وايلد هيرو دارك جايد. إذا سيداتي أنساتي وسادتي، تتابعون سابع أشواط هذه الأمسية على كأس بنك البحرين الوطني على مسافة الميل، سباق توازن من 75 فأدنى لعمر 3 سنوات فأكثر مستورد. الصدارة تأتينا مبكرا مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا ما أحد الشعارات الصدارة في هذه اللحظات متابعينا الكرام، تذهب لأحد الشعارات هنا في صدارة هذا الشوط فوربدن لاند وبشعار اي ام ار ريسنج. مارشال سياريس في القيادة، عبد العزيز الرميحي في الاشراف والتدريب، والمرافقة تاتي من قبل احد الشعارات الخضراء، الحضور بادي فورد بوي من الجهة الخارجية، والاندفاعات وايلد هيرو يتواجد في هذه اللحظات في ثالث المراكز، وكذلك الشعار الاحمر والنجمة السوداء وارتاب وارتاب ار ام ريسنج، ابراهيم نادر حارب المالكي. اذا متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، هنا الامور تسير حتى الان لصالح فوربدن لاند، فوربدن لاند والحضور كذلك من المنتصف لصالح هذا الخطير هذا الكبير، التواجد باتي فورد بوي، باتي فورد بوي، هنا الاندفاعات وايلد هيرو، وايلد هيرو من الجهه الخارجيه، يا ترى لمن الانتصار؟ لمن القرار؟ هنا وايلد هيرو يتراجع، وكذلك الحضور متابعينا الكرام، المختار ستار، انت الستار، العفو ريسنج، ماركو كازامنتو، جابر رمضان، متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، انه المختار ستار الى الانتصار يا مختار ستار. وهنا الحضور من شعار المحمديه ريسنج، اندفاع قتالي، اندفاع ناري، انكورجيت، ولكن الخطير العفو ريسنج خطير متابعينا الكرام، المختار ستار ماركو كازامنتو في قياده المختار ستار، وجابر رمضان في الاشراف والتدريب. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، راينا الحضور والمتابعة والاندفاعات من قبل أحد الشعارات شعار المحمدية ريسنج، ولكن يبقى شعار العفو ريسنج بطل سابع أشواط هذه الأمسية. لكن خلينا نروح حق التتويج. طبعا تفضل السيد عثمان احمد رئيس تنفيذي للمجموعه في بنك ان بي بي، يقدم الكاس الى المالك ابراهيم العفو. الف مبروك طبعا على هذا الانتصار مع الجواد المختار ستار.